حالة محاولات اختطاف. لما تشوف هذا الشيء، هل أنت أصلا عندك جهاز وقائي؟ حتى الرسوم المتحركة التي يتربى عليها كل أطفالنا أغلبها تميل إلى العنف. ما زلنا ما تقبلناش هذه الحالات الغريبة اللي أصابت المجتمع الجزائري. رقعة الجريمة والانحراف متسعة وتتسع في المجتمع. في رأيي ما زلنا شوية بعد في الجزائر على التكفل النفسي بالأطفال كما يدخل المحكوم عليه للسجن أو للحبس يخرج في نفس الحالة. الإرادة السياسية موجودة لمحاربة الآفات الموجودة في المجتمع وللارتقاء في المجتمع. وزارة التضامن طلبت ولا لا؟ لا، لا وزارة التضامن ولا وزارة الشؤون الدينية، لا وزارة التضامن ولا وزارة الشباب ولا وزارة الشؤون الدينية. المشكلة هنا والناس كامل ساكتة. جميل، بعدناش مجتمع مدني يعني قادة رأي يخرجوا عند الشباب ويتكلموا معهم في الشارع. مجتمعنا المدني الجمعيات هي مستفيدة وليس مفيدة. السلطة الجزائرية إنها تكافح هذا الظاهرة الاختطاف تاع الأطفال كما أمس كبحد إرهاب بدون تحفظ في عدد جديد حول اختطاف الأطفال تشاهدونه سهرة الخميس ابتداء من التاسعة والنصف ليلاً.